السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محدثكم أسامة العميدي، تدريسي في كلية هندسة قسم النفط، طالب دكتوراه حاليا. إن شاء الله راح أكون أستاذ مادة تسجيلات الآبار أو الويل لوجينج خلال هذه السنة. موضوع الويل لوجينج راح إن شاء الله يكون هذه المحاضرة تعريفية خاصة بالموضوع، وراح تكون مقدمة عن الـ well logging أساسياته. بعد ذلك إن شاء الله راح ندخل في تفاصيل الـ well logging والمنهاج اللي خاص بنا. وهذه المحاضرة راح تكون مسجلة وتنزل بالجوجل كلاس. بعد ذلك إن شاء الله راح نفتح سيشن اللي هو خاص بـ question and answer. بداية الـ well logging هنا كمقدمة عن الموضوع، هذه راح تكون الأجندة اللي خاصة بالبرزنتيشن أو السلايدات القادمة، اللي هي تبدأ بأسئلة، مجموعة أسئلة، وخلال المحاضرة راح نجاوب على هذه الأسئلة. وراح تكون هي طبعا طبيعة الأسئلة راح تعطيك مقدمة أو مفهوم عام عن هذه المادة. فالأسئلة اللي راح تكون هي أول سؤال مثلا، شنو هو الـ well logging على سبيل المثال؟ شلون راح تكون القياسات؟ أنواع اللوجات؟ استخداماته؟ كيف أقرأ الـ well log؟ فعندنا أول سؤال أنه شنو هو الـ well logging؟ إذا كتعريف عليها، الـ well logging هي مجموعة أجهزة تكون مربوطة كيبل، وهذا الكيبل كونكتد للتراك اللي تكون على السطح، تنزل هذه اللوجات او هذه الاجهزه داخل البير، ومن خلالها تتم القياسات اللي هي خاصه بانواع مختلفه من اللوجات، وعلى اساسه راح اجي اقيم المكامن او التكوينات اللي انا اريد ادرسها او اريد ابني على اساسها قرارات تتعلق بالانتاجيه، الاداره المكمنيه الى اخره. هنا طبعا راح تنقسم اللوجات، هنا ممكن تكون على شكل فحص نظري او مرئي بالنسبه للكورز اللي راح تطلع لك، او جيولوجيكال لوج، راح يكون الجزء اللي هو الفيزيائي، يعني فيزيائية كل تول احنا نتعامل بها، وراح تكون هي هذه التول تعطينا فد انتربريتيشن، او احنا نجي نفسرها حتى نشوف شنو اللي موجود داخل البئر بشكل عام. فهنا راح نصطلح عليها اصطلاح اللي هو جيوفيزيكال لوجز. الويل لوجينج ممكن انه تسمع ويل لوجينج، تسمع بور هول جيوفيزيكس، تسمع بتروفيزيكس، فورميشن ايفالويشن، لوج انتربريتيشن، هذين كلهم تسميات تندرج ضمن اللي هي الويل لوج او الويل لوجينج او فورميشن ايفالويشن الى اخره، هذين تسميات كلها لها علاقه بالويل لوج. شنو هو اللوج؟ احنا هسه نرجع مرة ثانية نشوف اللوج. هو يعني ذكرت سابقا انه التولز اللي احنا راح نستخدمها حتى نسوي لنا مجموعة ميجرمنت وقياسات. على سبيل المثال عندنا قياسات مجسات صوتية او مجسات نيوترونية، مجسات اللي خاصة بالمقاومة، لان كلهم الاجهزة راح تكون كلها استخدامها حصري بالنسبه للويل لوج. حتى اجي اسوي هذه القياسات راح اجي افسر هذه القياسات واحصل المبتغى اللي هي من خلالها احنا ذكرنا انه نسوي اداره المكمن و علاقتها في بناء خرائط حتى نحسب الاحتياطي والى اخره من الحسابات. وهاي طبعا القياسات راح تكون مطبوعه على شكل لوج برنت او نسميه بيبر، او تكون على شكل ارقام ديجيتايز، اللي هذه راح تدخل بالسوفت وير حتى تسوي الحسابات اللي تتعلق بالتفسير او الحسابات الاخرى اللي تتعلق باداره المكان الى الحسابات الثانيه. القياس الواحد ممكن نسميه كيرف او تريس، هسه هم قلنا راح نشوف هذه، يعني هنا عندنا هذه الصوره، هذا فد نموذج بسيط من اللوج، هو راح يكون على مطبوع على شكل ورقي او ممكن نسوي له فيجوالايز من خلال الكمبيوتر. وراح نشوف التفاصيل اللي تتعلق باللوجات اللي هي، لو تلاحظون خلينا نطلع البوينتر حتى نشوف، يعني هذا راح يمثل كل تسجيل، هو يمثل جهاز معين
وكل كيرف هو راح يمثل لك قياس ايضا لهذا الجهاز نفسه. وهنا طبعا هذه التركات راح اتكلم عليها ان شاء الله في السلايدات القادمه ونشوف. وهنا هذا الاساس هو السكيل اللي خاص باللوج مودل. تاريخيا اول قياسات تمت هي في فرنسا من قبل الاخوان كونراد ومارسيل شلمبرجر. كانوا اخوه يعني مستكشفين، ويعني كانوا لهم يعني بحوث قيمه، وكانت البدايه مالتهم هي تسجيل مقاومه بانزال الاجهزه الجهاز اللي هو خاص بالالكتريكال ميجرمنت. وكان هذا الجهاز يعني قد شيء ابتدائي او قد شيء في طور التطوير، وعلى اساسه ظهر لنا هذا التسجيل اللي هو تسجيل مقاومه. هي مجموعه نقاط وموصلهم مع بعض فحصل لك الكيرف اللي هو خاص بالمقاومه. طبعا هذا مثل ما ذكرت انه تمت في فرنسا في سنه 1927. بعدها تطور الموضوع وعلى اساسه بنت شركه عالميه مثل شركه شلمبرجر، اخذ الاسم كايقونه بالنسبه لهم هو عائله شلمبرجر. السؤال الاخر اللي احنا ذكرناه باول سلايد انه انا شو احتاج، يعني ليش ادرس الويلوج؟ شنو اللي راح استفاد من عنده؟ طبعا هذه الويلوجنج راح يساعدني في تقييم المكامن، في يعني الريزرفر كاركترايزيشن، او في اتخاذ القرار بالبرودكشن استراتيجي من خلال كومبليشن او طريقه الاكمال اللي راح اسويها، وبيا عمق وباي ترتيب راح اسويه. ساعدني ايضا في حسابات الاحتياطي المكمني. شوف هنا يعني هذا الجزء راح يدخل بعده اختصاصات ثانيه، يعني مو فقط هذا اللي ذكرتهم، يعني ممكن انه يدخل في الحفر، ويدخل اثناء عمليه الانتاج، ويدخل مثلا بالفحوصات الاستكشافيه اللي لما يكون عندي سايزميك بروسيسنج، ويدخل وياها البناء، يعني يدخل الويلوجنج ايضا في بناء الموديل الجيولوجي، الموديل المكمني الى اخره. طبعا تطبيقاته جدا واسعه وجدا كثيره، يعتبر انه مثل شو نقول، خلينا نسميه جوكر، يعني يدخل يتداخل ويا عده اختصاصات وحسب الغايه والرغبه اللي انا راح احصلها. يعني هسه هنا مثلا بالويلوجنج احنا عندنا اساسا بدراستنا نحصل البوروسيتي، اللاتولوجي، الووتر ساتوريشن، اوكي، وطبعا تتداخل مع مجموعه اختصاصات الثانيه اللي ذكرتها. عندك الانواع اللي موجوده لللوج ممكن اقسمها تحت ثلاث تصنيفات. تصنيف انه انزل اللوج في ابار غير مبطنه نسميها اوبن هول، وعندنا اللوجات اللي انزلها في الابار المبطنه اللي هي الكيس هول، وعندي اللوجات اللي تكون انيه يعني اثناء عمليه الحفر يسموها اللوجنج وايل دريلنج او دبليو دي. احنا ان شاء الله خلال الكورس راح نركز فقط على الاوبن هول وايرلاين لوج، وهذا راح يكون عندنا يعني الكورس المين اللي راح نشتغل بهالمجال هذا. طريقه القياس لو تلاحظون يعني هسه هنا رسم تخطيطي بسيط يبين لك الجهاز اللي منزليه يعني او التول. فعندنا هنا على سبيل المثال عندك تول بها تو سنسرز، وكل سنسر خاص قياسات معينه. على سبيل المثال السنسر الاول خلينا نقول مثلا جاما راي، والسنسر الثاني مثلا ريستيفيتي، او حسب الحاجه اللي احنا نسوي بها القياسات اللي احنا نطلبها، يعني او يطلبها مهندس مكامن او يطلبها اي مهندس اخر اثناء او بعد عمليات الحفر. فتلاحظ انه التول راح تكون هذه التول صند ومربوطه بكيبل. هذا الكيبل من خلال الرقاب مسويه ويا الريك سايت اللي موجود، وعندك تراك اللي تكون على السطح نسميها اللوج يونت، ويا الكمبيوتر اللي هي راح تكون شق قياسات تكون اثناء ما يسحب هذه التول من خلال الكيبل ويسوي عمليه المجرمنت، يسوي داتا اكوزيشن بنفس الوقت. فراح يكون انت عندك معلومات مقاسه ويا العمق اثناء عمليه سحب هذه الكيبل، وطبعا الترك هنا واقفه ما يتحرك، بس السحب راح يكون من خلال الدرام، او هنا احنا تكون يعني مكرب كبيره تفتر وتسحب الكيبل اللي هو يكون مربوط نهايه التول اللي يسوي لنا القياسات. وطبعا هنا راح تشوفون وصف سريع يعني للهول اوبريشن بالنسبه للويل لوجنج.
هنا راح تكون عندك السيجنالز اللي تطلع من الويل. هذه السيجنالز وين راح تكون؟ على السيرفس. القياسات مالتنا تكون نوعين من السيرفس، السيجنالز هي سيجنالز خاصه بالعمق والسيجنالز اللي جايه من التول نفسها. فراح تكون هنا الديفايس هذا راح يكون داخل التراك اللي هو يسوي ريكوردنج للمعلومات اللي هي للدبث والسيجنالز اللي جاي من التول نفسها، يترجمها على شكل اللوجات او الكيرفات اللي شفتوها بالسلايد السابق. وهذا اللوج راح يكون يعني معالجه مال تقريبا موجوده خلال التراك، يحول لك هذه المعلومات ديجيتايز الى لوج برنت، ويحول لك اياهم ايضا الى ارقام ديجيتس اللي تدخل بالحسابات. هاي طبعا هنا ري برودكشن حتى تحولهم بعدين الى يعني وحده الخزن اللي تمثل لك كم سي دي، او سابقا كانوا يستخدمون التيب ريكورد بالتسجيلات. فهذه طبعا الامور راح نكون متعودين عليها خلال ان شاء الله المحاضرات الجايه، وراح نتحدث عنها بتفصيل اكثر ونتعلم شنو القياسات اللي يصير، وشلون راح نشوف الفيزيكال بيهايند افري تول ذات ريكورد ان ذا ويل بوس. ف هذا السلايد هنا يبين لك انه التولات راح تكون بيها ريزوليوشن خاص بيها، وش قد وحدة الحجم اللي تقابل كل تول احنا نشتغل على اساسها. يعني خلينا نحكي بلغة ثانية او شيء مفهوم بالنسبة لنا، عادة انت لما تشتري في التليفون فانت تعرف خصائص هذا التليفون، انه مثلا الكاميرا مالتها خصائصها بها الريزوليوشن مثلا فد 20 ميجا بكسل الامامية، والخلفية مثلا فد 45 ميجا بكسل على سبيل المثال، يعني للحصر انه هاي الارقام. فعشان تعرف انه الدقه اللي انت تقيس بها هذه الكاميرا. فنفس الشيء هذا الكلام ده بعكسه على التولات. هنا راح تلاحظ عده في التولز النيوترون والدنسيتي تول الريزوليوشن مالتها والحجم اللي يقيس بيه يعني كلش دقيق، يكون تقريبا نصف قدم. التول الثانيه اللي هي الاكوستيك او سونيك لوج راح تشوفها 3 قدم، وعندك اكبر شيء بالنسبه لك او التولات اللي تبقي حجم اكبر والريزوليوشن يعتبر هنا قليل، يعني لانه انت تقيس حجم كلش كبير اللي هو تقريبا حجم مكعب 11 قدم الاضلاع مالته اللي هي الريستيفيتي تول. هذه طبعا يعني مستقبلا ان شاء الله هم راح نتكلم عنها ونشوف احنا شلون نسوي احنا سكيلنج خاص بحيث انه ناخذ القراءات كانما عند نفس الليفل وعند نفس المستوى وعند نفس الزون حتى نسوي الحسابات اللي تتعلق بها. الشيء الاخر انه انواع معينه من التول راح تنزل خلال الاوبن هول او المقطع اللي هو يكون مفتوح وتصير القياسات فيها. فالتول عاده اكو تولات تنزل لازم تكون متمركزه سنترلايزد، وهذا السنترلايز يتم من خلال استخدام سنترلايزر حتى يضمن انه تكون مسنتره، لان هي طبيعه قياس التول لازم تكون مسنتره حتى تكون قراءات المجرمنت تكون صحيحه. وانواع من هذه التول اللي هي السونيك واللاترالوج تول. عندنا تول لا لازم تكون غير متمركزه، تكون دي سنترلايزر او سي سنترلايزر تول. هذا باستخدام الباور سبرينج او الكاليبر اللي هو هذا الجزء بحيث يشرحها تكون ملاصقه لجدار البئر حتى تكون قياساتي صحيحه. وعندي مثال على هذه طبعا التول اللي هي الدنسيتي والنيوترون، هذا النوع من التول. عندي تول ثانيه تكون لا لازم تكون يعني اكو فرق بينها وبين جدار البئر، يعني ما تكون ملاصقه له، اللي هي تكون باستخدام ستاندوفز. هنا راح تكون هذني فان فولدز يستخدمون اللي تكون على شكل ربر. الستاند اوف هنا تكون مسافة معلومة اللي على سبيل المثال تكون 1.5 انش. هذه التولز ايضا لازم تكون بهالطريقة هذه حتى تكون قراءات صحيحة. هسه كتركيبة انه انا التول اللي انزلها مرات انزل لي تول تعطيني في قراءة معينة، ومرات لا انزل كومبينيشن مجموعة تولات انزلهم سوية راح تكون بهذا الشكل اللي هو اللي تلاحظوه امامكم. بها اللي مثلا كاليبر، الدنسيتي تول، النيوترون تول، جاما راي،
والملحقات اللي تكون بالعنان. هنا عندك التول بهذا الشكل، هنا راح تلاحظ بها كاليبر، ها راح يكون ديسك تول، وهذا التول هنا راح يكون انت عندك النيوترون، وهنا الجاموري، وبعدين الملحقات اللي خاصه بالتول اللي هو الهيد وال جاموري سوند اللي موجود بها. اذا تريد تتخيل او تعرف انه ايش قد اطوال الحقيقيه للتول، هنا معطيك مثال يبين لك انه هذا الشخص هذا التول مالته، وهذه التول لو اجمعهم سويت وخليني ككومبينيشن توصل تقريبا الى 90 قدم. هذه الامور التفصيليه هي خاصه بالديزاين بالتول اسمبلي والتول اللي احنا راح ننزلها بالويل، يعني هاي تفصيلات خاصه بكل شركه، وطبعا هاي الابعاد مو راح تكون ثابته يعني حسب الديزاين للتول نفسه، يعني راح تكون مختلفه من شركه الى شركه اخرى. ايضا هنا معطيك المينيمم والماكسيمم سايد الماكسيمم اوت سايد دايمتر اللي ممكن انزلها، والضغوط اللي تتحملها، ودرجه الحراره مثلا 260 فهرنهايت اقصى درجه حراره 10000 بي اس اي، تنزل بالابار اللي تتراوح من 6 انج الى 16 انج، والسرعة اللي تتحرك بها هذه التول هي 3600 قدم لكل ساعة. شوف هنا احنا راح ناخذ التولات عندنا انواع كثيرة، بس احنا اساسا راح نتعامل ويا الاكثر تداولا واكثر استخداما اللي هي الالكتريكال والنكلر والاكوستيك لوج. الالكتريكال راح تشمل الريستيفيتي لوج والسبونتينيوس بوتنشال لوج، والنكلر راح تكون عندي جاما راي دنسيتي نيوترون، اما بالنسبه للاكوستيك اللي هي راح تكون هي السونيك لوج. هذني طبعا التولات اللي راح نستخدمهم، مرات تلقى تولات يعني مو كلها موجوده بنفس الوقت، موجوده مثلا من كل نوع فد واحد من التولات، على سبيل المثال مثلا موجود الريستيفيتي، موجود الجاما راي دنسيتي نيوترون، والسونيك مرات موجود او مو موجود، او حسب مرات تلقى دنسيتي ومرات ما تلقاها في هذه الكومبينيشن. شلون احنا شفناها بالسلايد اللي قبله اللي كمجموعه تولات مركبين مع بعض حتى تنزل بال اوبن هول او بالويل بور حتى تشتغل. واكو تولات اضافيه مجموعات ثانيه مثل التمبرتشر لوج والكاليبر، طبعا كاليبر ايضا شيء مهم دائما ينزل ويا التولات حتى يعطيني حجم الويل بور اللي بينزل بيه ويصحح بالنسبه للتولات الثانيه. عندك دبميتر وامج لوج. زين شنو اللي يعني راح اتوقع السؤال اللي راح ينطرح واللي راح تجاوبني عنه هو الويل لوجينج. عندك واحده من الاسئله دائما يسالها الشخص او الانسان المتخصص بالموضوع، يقول يعني هل موجود، يعني اذا نزلت اللوجات هي راح تجاوبني على هذا السؤال، هل موجود هيدروكربون بالمنطقه المحفوره او بالبئر المحفور؟ زين اذا كان موجود الهيدروكربون هل هو غاز او اويل؟ هذا ايضا ممكن انه راح تجاوبه من خلال استخدام المجسات او استخدام الويل لوج نفسه. ايش قد موجود هذا الاويل او الغاز؟ ايش قد كمقدار كاحتياطي؟ شنو نوع الليثولوجي اللي يعني اشتغل عليه؟ يعني مثلا عندي شيل، عندي ساند، مثلا باينستون، شنو هذا نوع الليثولوجي؟ تعرفون انه المكامن او التكوينات اللي راح تكون حامله للهيدروكربون او تكون بها الاحتياطي هي عاده تكون اللي هي ساند او كاربونيت روكس اللي هي اللايمستون او دولومايت. بالنسبه للشيل هو عاده راح يكون ككاب روكس يعني، ويكون غير منتج يعني بالاغلب هنا الحقول اللي عندنا هذا حقول عالميا انه موجود بها الشيل هيدروكربون، هذا موضوع ثاني احنا نتكلم عنه. اوكي طبعا هذني الاستفسارات المفروض او هذه الاسئله ممكن تجاوبنا عنها الويل لوجينج. بعد شنو استخدامات الويل لوجينج؟ انه انا من خلاله استخدام اللوجز راح اعرف شنو نوع الليثولوجي اللي عندي، شنو البوروسيتي كقيمه الها، ثرمابيلتي، ساتوريشن اوف اويل او هيدروكربون بشكل عام، ساتوريشن اوف ووتر، وايضا راح تحدد لي الديبوزيشنال سيستم او الجيولوجيكال فيتشرز، يعني مثلا التشيز ممكن احددها من خلال الويل لوجز، وممكن اسوي او راح اسوي فد كورليشن مضاهات بين الاعذار اللي موجوده بها لوجات حتى اعرف طريقه التطبق مالتي او الموديل الجيولوجي وين يبتدي التكوين والى اين ينتهي.
باستخدام طبعا هي سايزميك او بدونه. ايضا التطبيقات الاخرى للويل لوجينج اللي هي يحدد لك الاوفر بريشر زون او احنا نسميها الاب نورمال بريشر، وهذه طبعا تساعد الحفار او الشخص اللي يبني برنامج الحفر حتى يصمم اطيان الحفر لازم يعرف انه هو المناطق اللي راح يواجه بها ضغوط عاليه، اللي هي هاي قد تسبب لي كارثه الانبلاع وتسبب لي طبعا خسائر ماديه وبشريه جسيمه. فهذه اللوجز راح تساعدني او تعطيني الفكره اللي هي المكانات اللي راح يتواجد بها ايش نوع من الضغوط، فعلى اساسها اصمم الطين المناسب حتى اتجاوز هذه المشاكل. ايضا احنا الشيء الاساسي انه باستخدام الحسابات اللي خاصه بالاحتياطي المكمني ممكن انه استعين بالويل لوج، وهو من خلاله راح احدد الثيكنس للمنطقه اللي انا اشتغل بها، المنطقه اللي يتواجد بها هيدروكربون، وعلى اساس هذا راح اعطي حسابات تقريبيه او حسابات نوعا ما يعني دقيقه في حسابات الهيدروكربون زون كالكوليشنز. شوف هذه الامثله احنا اللي ذكرناها اللي هي استخدام الكورليشن، هنا راح يشوفك امتداد المنطقه من خلال آبار واحد بير رقم واحد واثنين وثلاثة، اللي هي هذه الآبار راح تكون اللوجات اللي موجودة اس بي وريزيبيتي لوج، وعلى أساسها أبني المضاهات اللي خاصة بالتكوين اللي أنا بشتغل عليه، وراح أعرف وين تمتد وين تنتهي. مثلا هنا عندي هذا وحدات من التكوين نفسه بادية بالويل 2 منتهية بالويل 1 العفو منتهية بالويل 2، ويل 3 ما موجود هذا اليونت. على سبيل المثال ايضا هذا المثال الاخر اللي هو اوفر بريشر او اب نورمال بريشر ديتكشن باستخدام مثلا بيسك تو، هذا الحقل في الجزائر سنه 1983 يبين لك انه باستخدام الويل لوج انه يحدد لك النطاق او المناطق اللي راح تكون بها الاوفر بريشر زون، على اساس احنا قلنا راح يصير بها تصميم منظومه الحفر او كان الحفر اللي راح تواجه ايش مناطق بالحفر. عندك ايضا بحساب الاحتياطي، هذه شيء جدا مهم في حساب الاحتياطي. ايضا هنا مثال راح يبين لك الزونات اللي موجود بها، اول زون اويل ووتر كونتاكت، الووتر كونتاكت الووتر زون، فعلى اساسها ممكن يحسب لك الاحتياطي بشكل دقيق ويعطيك من خلال الكروس سكشن او الريزيفر فروم اي تو اي بروفايل حتى يرسم لك الخرائط التنسيقيه الخاصه بالاحتياطي. الجزء الاخر هاو تو ريد ا ويل لوج، يعني شلون انا اقرا اللوجات مالتي، انا بعد ما عندي لوج برنت خل اشوف اللوج مالتي مين يتكون، هو يتكون اساسا من الويل هيدر اللي هو تكون به المعلومات الاساسيه عن الحقل عن اسم البئر الى اخره، المعلومات اللي خاصه بالبئر نفسه. والجزء الاخر راح يتكون من اللوجات نفسها، يعني اللي هي تكون على شكل كيرفات واحنا نسميها المين باس او ريكورد داتا، اللي هي هسه راح نشوفها بالسلايد الجاي. وعندك الفوتر اللي بيها الكالبريشن تول سبرينج اسمبلي اللي هو الجزء الاخير من اللوج يعني. فعندك هذا مثال واحد من الامثله راح يبين لك انه الويل هيدر هذا احنا نسميه يعني اول وجه اللوج نفسه، هذه الصفحه الاولى من اللوج، وبعدين راح يبدي امتداد اللوج نفسه. فشوف بهذه الصفحه راح تشوف اسم الشركه اللي قامت بعمليه القياسات او عمليه الجس، وعندك هنا شنو التولز اللي استخدمها بالقياس، عندك هنا دول لاترالوج ومايكروسفيريكال فوكس لوج وعندك جاما راي. الشركه المستفيده من القياس او صاحبه الحقل هي شركه النورث ويف كومباني، اسم البير خباز 40، الحقل هو حقل خباز، البلد هو في العراق، المحافظه هي كركوك. هنا تفصيلات موقع البير كموقع جغرافي نورثن والايسترن بالنسبه له، هنا المعلومات اللي هي خاصه بالبرج يعني انت ايش قد وين بادي اللوج مالتك، نقطه الريفرنس بوينت يعني بادي من ارتفاع اللي هو 271 مستوى سطح البحر اللي هذا احنا نسميه كلي بوشنج يعني ويا الريج فلور. وعندك هنا مقدار الجراوند ليفل اللي هو هذه النقطه، انت لو واقف بصف البرج مباشره فالفرق بين هذه النقطتين راح تمثل لك ارتفاع البرج. اوكي هنا تفاصيل وقت القياس او تاريخ القياس، عدد الرنات اللي نسويها رن واحد مثلا، الدبث دريلر هاي معلومات اللي
حفار انه يا عمق واصل بالحفر. عندك الدث لوجر العمق اللي وصلت الى اللوج تكون يعني بالبوتم، يعني تشوف هنا عادة مرات هذه الأرقام نفس المنطقة، والأدق هو دائما المعلومات العمق هي من اللوج نفسه ناخذها. عفوا بالنسبة للدث لوج انترفال يعني هاي تقصد أقصد بها أنه منين ابتدى اللوج وش وقت انتهى، يعني هو بدأ مثلا دث لوج انترفال اللي بدأ بي يعني مثلا بدأ من 299 اللوج مالتك وانتهى بالعمق 2146 اللي هي حد الكيسنج شو حد الكيسنج، يعني المقطع المفتوح كله هو من 2146 الى حد 1999 هو هذا اللوج انترفال ككل، يعني اللي سويت به القياسات او المجرمات الخاصه باللوجات. كيسنج دريلر هذا هنا العمق مال كيسنج، يعني كيسنج شو 2149 هذا من خلال معلومات الحفار. والكيسنج لوجر يقصد بها انه التول وين قرأت العمق الصحيح، فقرأت بال 2146 فرق 3 مترات، يعني الأدق هو راح يكون كيسنج لوجر. قطر الحفر اللي مستخدم الحفر البير هي 838، نوع الطين المستخدم خصائص هاي كلها خصائص اللي خاصة بالطين، الدنسيتي، البي اتش إلى آخره، هي الفيسكوسيتي. عندك المعلومات اللي خاصة بالريستيفيتي، طبعا هنا المفروض تملي، هاي معلومات جدا مهمة في عملية التفسير لازم احتاجها، ماد ريستيفيتي، ماد فلتريت ريستيفيتي، ماد تيت ريستيفيتي، وطبعا تكون اهم قيم هنا بالاوم متر، وهنا راح تكون معلومات اللي خاصة بدرجة الحرارة اللي قسنا بهن، الماد ريستيفيتي بالبوتوم هول تمبرتشر، يعني عاد قد اقصى عمق موجود به هو تقييمه له، سيركوليشن تايم هنا يقصد به السيركيليشن اللي خاص بالبير، يعني قبل احنا نسوي عملية الجس تصير عملية سيركيليشن، يسوون سيركيليشن للفلويد حتى ينظف البير ويجهز ويهيئ لعملية الجس، فنعطيك الوقت اللي بدا به السيركيليشن واللي انتهى به والتاريخ اللي صار. الشيء الاخر هنا المفروض يعطيك الماكسيموم ريكورد تمبرتشر بالويل، يعني ايش قد وصل اقصى حرارة عنده، هاي تفيدنا ايضا بالتفسير. وعندك هنا الاكوبمنت لوكيشن انه الاكوبمنت المعده اللي استخدمها، يعني تراك هذا رقم التراك اللي هو والكو 04. عندك ايضا هنا المهندسين اللي قاموا بالتسجيل هو مهندس حيدر ومهندس محمد ومهندس ابراهيم، هذول من شركه الجس العربي. والويتنس يعني لازم يكون هناك شاهد لعمليه الجس، هو اللي يكون شخص جيولوجي او مهندس نفط اللي هم يعني مهندس ثامر او استاذ ثامر واستاذ مهند، هذول اللي شاهدوا عمليه الجس. عندك هذا طبعا من ويل لوج هيدر من شركه ثانيه اللي هي شركه ويذرفورد، بس هنا هذا طبعا بال كيس هول مو اوبن هول، فهذا به تفصيلات اضافيه، طبعا تقريبا نفس المعلومات راح تشوفوها ويا الويل لوج هيدر بالنسبه للاوبن هول، لكن هنا راح تكون اكو تفصيلات خاصه بالكيسنج وتفصيلات خاصه بالانوتيشن او الكومنت اللي خاصه بالبيئه. هنا هذا الموقع بالبصره حق الرميلة الجنوبية، ونوع القياس هو كان productivity أو production PLT tool اللي هي production log tool، أيضا هنا نفس التفصيلات اللي خاصة بالقياسات راح تكون موجودة. الجزء الآخر هنا عن ال well log، هذا هو ال well log. بعد ال well log هذا راح يجيك ال log نفسه اللي هو تكون على شكل كيرفات مع بقياسات اللي خاصه باللوجات نفسها. هذا عندك التراك الاول تراك 1 الدبث تراك، هذا يكون بالعمق مسجل ايش قد بيع عمق، عندي عمق مثلا عندي عمق 1014 1600 قدم مثلا، انت هاي القياسات راح تكون مالتك اللي خاصه بمختلف اللوجات اللي هي اس بي جاما راي كاليبر ريستيفيتي لوج، وعندك هنا نيوترون دنسيتي تول، راح تكون كل وحده بلون خاص بالتول نفسه حتى تميزها. هذه طبعا السكيل هنا هسه راح نحكي عنها، نشوف شنو السكيلات اللي موجوده عندي، يعني هذا هنا عندي سكيل لينير، وهذا راح يكون لوغاريتميك سكيل، وهذا راح يكون لينير سكيل، وهنا السكيل اللي خاص بالعمق فيرتيكال سكيل راح يكون راح يكون ايضا اما بالمتر او ميجر ديبث او يكون بالمتر. عندك الكيرفات احنا تكلمت عليهم كل وحده راح تكون لها لون وستايل.